حكي هذا مو المواطن. اعتمدنا على السلطه الجمركيه اللي يجب ان ندقق بهالامور هذه. لما تجي لما تستورد بضائع حاليا المفروض ترفق بشهاده منشأ. شهاده المنشأ منين صادره؟ هل من السلطه الفلسطينيه ام من السلطه الاسرائيليه؟ طيب. فهناك الكثير من التزوير، بالاضافه الى شيء ثاني ان هناك الكثير من الدول الجوار صاير الحد فاصل ما بيننا وبين اسرائيل، فده تدخل البضائع الى هذه الدول وتغير اوراقها وتدخل الى اسواقنا تحت غير مسميات. بالاضافه الى حتى هم اكو شغلات، انه قبل فتره مثلا اني شخصيا انتبهت الى ماده مثلا اللي هو مكتوبه باللغه الفرنسيه، مكتوب جامبون. جامبون هو اللي هو مثل اللي شو مثل ما نقول مثلا بالانجليزي نقول كاو اللي هي البقره، بس لا. نقول بيف على لحم البقره. لحم الخنزير باللغه الفرنسيه يكتبون عليه جامبون. اذا هو هذه الماده لحم خنزير طبعا، والمواطن ما راح يدري، المواطن ما يدري لانه جهل باللغات. لكن للاسف انه هذا مو مهمه المواطن، الغلط انه الغلط بالسلطه الجمركيه والسلطه الصحيه اللي الجهات الرقابيه. انت مثل ما اي ماده غذائيه اليوم انت تدخل تخضع للسيطره النوعيه وتدخل للمختبرات لوزاره الصحه، يجب ان ايضا انهم عندما يقولون هاي الماده شنو هي، لا يقولون بس صالحه للاستهلاك البشري او لا، بس يقولون انه هاي حرام لو حلال. هاي ما منتبهين، ما حد انتبه لها.